عفوا التشريع العام هذا مرسوم صدر عن أول حكومة بعد الثورة، وأجازه المجلس الوطني التأسيسي في حدود علمي، ولا يستحق إلا التفعيل، يعني ترجمت بما يخفف من الأضرار الواقعة على آلاف من ضحايا الاستبداد طوال العهود السابقة، إسلاميين وغير إسلاميين. شنو تعليق أستاذ علي علي صار بارح في القصبة معنا معتصمين آتي سمسموك؟ هو تعبير عن حالة يأس وحالة غضب من تأخير الحكومة في تفعيل العفو التشريع العام، وأطراف كثيرة متسببة في ذلك التي صورت تفعيل العفو التشريع العام وتقديم بعض التعويضات للضحايا، صورت ذلك على أنه نهب من الخزينة العامة واستغلال سياسي استغلال من طرف حزب سياسي للشأن العام. بعض هؤلاء للأسف اليوم يعبرون عن تعاطفهم مع الضحايا، وذلك من مثل من يقتل القتيل ويمشي في جنازته، الذين تحدثوا عن كيلو قالوا عام بنوع من السخرية من آلام الناس، تحدثوا عن كم ثمن الكيلو نضال، قداش ثمنوا حتى نخلصوا الناس. هؤلاء الآن إذ يرون دماء تسيل في القصبة ينبغي أن يدركوا أنهم متسببون فيها. خيار الحركة الأصلي هو نظام برلماني، وذلك أن معظم الأنظمة الديمقراطية في العالم هي أنظمة برلمانية، قليلة جدا هي الأنظمة الرئاسية، فضلا على أن مدخل الدكتاتورية في بلادنا هو النظام الرئاسي. الذي أتانا بالديكتاتورية هو النظام الرئاسي الذي تحول إلى نظام رئاسوي كما يقال، أي نظام يعني موغل في الفردية وفي تمركز السلطة. ولذلك كان من الطبيعي نحن أن نقطع نهائيا مع الاستبداد. لكي نقطع نهائيا مع الاستبداد ينبغي أن نقطع مع النظام الرئاسي وننقل السلطة في تونس من كونها سلطة فرد إلى كونها سلطة برلمان، وهذا هو النظام البرلماني، أي أن قلب السلطة هو البرلمان، والبرلمان لا يمكن أن يكون مستبدا. إذا كان البرلمان منتخبا لا يمكن أن يكون مستبدا، لأنه سيكون متنوعا تنوع المجتمع، والمجتمع التونسي بطبيعته مجتمع متنوع، لا أحد يدعي بأنه ناطق باسمه. لكن هناك عديد أحزاب، لكن على كل حال ما دامت معظم الأحزاب في البلاد اختارت لسبب أو آخر النظام الرئاسي، فقد رأينا في الترويكا حتى سعيا للتوافق رأينا أن في النظام البرلماني المزدوج والنظام المزدوج يعني مزيج من الرئاسي والبرلماني، رأينا في ذلك حلا معقولا وحلا توافقيا. لكن اليوم نرى عددا من شركائنا السياسيين يدفعون في الجهة الأخرى، أي يدفعون في اتجاه العودة إلى النظام الرئاسي بدلا رئاسي معدل. أي رئاسي معدل. نحن نقول الذي يناسب الحل الوفاقي يظل معقولا ويظل مناسبا، وهو توزيع السلطة بين البرلمان وبين الرئيس وبين الحكومة، يعني توزيعا يمنع أن تنفرد جهة بالسلطة وتتغول، يمنع في الوقت نفسه أن تتوزع المسؤولية، يعني أو فيصبح هناك تنازع بين السلطات، وخاصة تنازع بين الرئاسة وبين الحكومة. لن نسمح بعودة النظام الرئاسي السابق، أي نظام تتمركز السلطات كلها في
شخص، لأن هناك ثورة. ما معنى الثورة عندئذٍ؟ الثورة ثارت ضد تمركز السلطة، ضد الاستبداد، الانفراد بالسلطة، فلا ينبغي أن نسمح. ونسخة الدستور اليوم التي تناقش وأفرزتها مناقشات كثيرة ولجان، هي مزيج بين النظام الرئاسي وبين النظام البرلماني. نأمل أنه هذا التصور يجد طريقه إلى التوافق وإلى أن يصبح دستورا للبلاد يعني.